أم عبد الملك تسأل: من أراد أن يحج ونوى ذلك، هل له أن يصوم بدايات العشر قبل أن يتجه إلى الأماكن المقدسة؟ صيام أيام العشر عمل صالح يتقرب به لله جل وعلا، والإنسان المقيم إذا أراد أن يصوم هذه العشر فهو على خير ويرجى له الأجر والثواب. وقد ورد في فضل الصيام بخصوصه في العشر أدلة لبعض أهل العلم كلام فيها، ولكن الحديث السابق حديث ابن عباس إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح في خير فيهن وأحب إلى الله من هذه العشر، يشمل بعمومه الصيام. وما دام أنها لم تسافر بعد فإن الصيام أفضل لها. نعم.